جرحت الدنا 70 سنة قدام. أنا ودي غسل هالخلا هذا. حس أنا وصخة. الله الحنوك. نحنك إيه. تحنكون. لا جاك ورع جديد. تحط أسد في أذنه. إيه تعطيه من التمر. ولدي العام نفس الحزة هدنت في أذنه. وما جاء للحين. إلا ما جو. والحين. متزوج أنا بس اللي مخليها قدام الجماهير. أنا أذنت وخلصت. أنا أذنت وخلصت. يعني في مقباي. لذنت وخلصت احط فدنا احبوا ارحب فدنا ايه ايه اش تدنت لا غسل العزبه احب فدنا ورع لذن اسمع لذن في فدنا ورع وخلصنا ارحب فدنا عشان يتعود على الترحيب عشان كذا تجونا ايش يجيب لي فيه صفقه ولدنا يتعزوا اول ما يطلع من بطن امه ايش يقول هذا يساعد بسم الله عليك بسم الله يقول الدكتور بسم الله عليك بسم الله عليك نقول لا يا رجال يا ذي عزوتنا طال عاد ذي ما لها مطار تنزل فيه؟ فهاج اي سلطان ما طلع للحياة يغني أربعة منا لا ال ال ايه مبروك باللبدان كان مع لا باللبدان لا والله أرحب ترحب سميت بالله ومرحبت ما شاء الله ايه وانا اقول ايش فيك عجيم ما تجيب كلمتين ورا بعض تدرون يا رجل ما طلعت الحياة انا ما اجيب كلمتين تدرون اول ما طلعت الحياة في المستشفى متخانق انت والكبد لا في الحضانه جت مشكله بيني وبين واحد انا مرضعه صدق يا عيال احمد الما خلص يا عيال الما يا ريجي بالله كرتيه كرتيه صدق متعلمها